حضور يمني ومشاركة فاعلة في فعاليات أسبوع الشعوب الذي نظمته جامعة أسيوط خلال الفترة من 31 من مارس الماضي وحتى 3 من إبريل الجاري. الأسبوع الذي تخللته الكثير من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والحضارية ومعرض تراث الشعوب، شارك فيه طلاب أكثر من 12 دولة، كان للجانب اليمني النصيب الأكبر نظرا لكثرة الوافدين من الجمهورية اليمنية بجامعة أسيوط. اليوم الأول تخللته الجلسة الافتتاحية والترحيب بالضيوف، حيث ألقى الباحث اليمني بكلية الطب جامعة أسيوط طلال البريكي كلمة الطلاب الوافدين من الجمهورية اليمنية، أكد فيها على أهمية السلام والتسامح. حيث شارك الطلاب والدارسين من الجمهورية اليمنية بكثير من الفقرات، سواء كانت فنية أو ثقافية أو معروضات شعبية أو منتجات غذائية كما تطلعون. الجناح اليمني قسمنا الجناح إلى أكثر من جناح، جناح المأكولات الشعبية كما تلاحظ في الصورة، إضافة إلى جناح الصور والتحف والملبوسات والجناح الفني. طبعا شارك الجمهورية اليمنية بكثير من الفقرات، سواء كان الرقص والغناء والفن وكلمة على الوافدين ألقاها الدكتور طلال البريكي، إضافة إلى فرقة البرع الشعبي وفرقة الرقص الشرعي والحضرمي. الفن اليمني كان حاضرا بقوة في الفعالية من خلال فقرة غنائية من الفلكلور الشعبي الصنعاني واللحجي، كما شارك المركز الثقافي اليمني بأمسية غنائية من التراث اليمني نالت استحسان الحضور. التراث اليمني غني وعريق كعراقة وأصالة اليمن وحضارته، استحوذ على اهتمام الزائرين في معرض تراث الشعوب متصدرا قائمة الأجنحة المشاركة بالحضور والعرض والمشاركة والضيافة. لم يقتصر تميز المشاركة اليمنية في الجانب التراثي والغنائي، فقد وصل منتخب الوفد اليمني إلى نهائي مسابقة كرة القدم ليحصد الميداليات الفضية والمركز الثاني، كما شارك وفد بلادنا في ماراثون المحبة والسلام وسباق الدراجات الهوائية. صنعاء وجرحها كانت حاضرة في قصيدة شعرية للطالب اليمني باسل جباري الذي ألقى أبياتا متميزة في مهرجان الشعر، وكذلك الطالب عبد الوهاب السادة والذي أبهر الحاضرين بقصيدته عن أسبوع الشعوب والسلام. كجمال صنعاء حين كنت يا أبي غسلت قلوب العاشقين بالمطر، وجمالها جمال فرس عرب يحمي بقامته عند الخطر، عينان لؤلؤتان وقلب الفتي وجه من نوره خجل القمر. المشاركة اليمنية الفاعلة في مهرجان أسيوط دليل على إبداع الإنسان اليمني وقدرته على تقديم أنصع صورة للحضارة والتراث اليمني للخارج، رغم الألم والجراح التي تثخن جسد الوطن اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الإرهاب.